اهلين يا مو. اهلين. اهلين يا مو. يا مو شو جابك لهون؟ الناس بالعالم شو جابك؟ لك شو جابني؟ ليش وين بيوصل لك الا هون؟ قولي لي يا مو شو بدك؟ بدي مصاري. دربك يا مو. انت كريم ونحن نستاهل يا مو. ماشي يا مو. امسكي خدي لا يا والله ما في داعي. خدي يلا يا مو روحي روحي. كريجي اطفي الندى قدامك. كريجي روحي. تعال هون يا مو. شو يا مو قولي لي؟ أنا جاي أحكي معك كلمتين لحسين. يا أبو خليني أرجع البيت وأحكي لي. لا بحسين. خير يا ما شوفي. قلي شو في بينك وبين قطر الندى؟ ما في شيء. محسين أنت ابني وأنا بعرفك وكاشفتك. قلي يا مو قسما بالله العظيم ما في شيء يعني بس. بس شو؟ بس يا مو أنا مستظرفة البنت لأنه بنت خالي. لا إله إلا الله. هذا اللي كنت حاسب حسابه وخايفة منه. هذا اللي كنت خايفة منه. يا مو بوس صوتك بوس إيدك. اسمع محسن من الآخر هذا الموضوع إذا بعد بتجيب لي سيرته والله لأغضب عليك. عم تفهم ولا لا؟ يا مو بس فاهمين. ما تجيب لي السيرة. فاهمين يا مو شبه احكي لي شو بها البنت. احكي لك شو قصة. احكي لي. بس توعدني ما في بني آدم ولا مخلوق بيدرى بهالسيرة إلا أنا وإنت. عم تسمع؟ احكي يا مو احكي. عمتي محسن ليلة هلا ما رجع على البيت ومبارح كمان تأخر. ايه رجع هو متأخر وراح على بكير. يعني نام بالعشاء. يو وينام بالعشاء يصفر شو بدك فيه؟ ايه انا امه اللي هي امه ما سألت عنه وهكلت امه مثلي. طيب عمتي بكرة ليش بدنا نروح السوق؟ بدنا نقطع قمايش تقبريني. قمايش؟ ايه وليش بدنا نقطع قمايش؟ لسه من كم يوم قطعناهن وحطيناهن عند الخياطة. يا روحي انتي. ايه مزبوط. بس هالمرة بدنا نقطع قمايش عرايسي. ايوه. ليش يعني عندنا شي خطبة او عرس؟ لك عندنا احنا اللي عندنا خطبة والخطبة إلنا هالمرة. ما فهمت شو قصدك عمتي؟ بدنا نخطب لابني محسن. يخطب؟ ايه تقبريني. أنا شفت له عروس يا قطر الندى من برات الحارة. شو عروس بتمزع العقل سبحان الذي خلقه على هالجمال. هو يعني للأمانة صار له فترة هيك بضل بنق وبزن فوق راسي. يا ما بدي اتجوز يا ما بدي اتجوز. قلت لحالي بنحكي هلا مع البنت وبعد شهرين ثلاثة بنجوزهم. هي عمتي بس. بس شو تقبريني؟ لا ما قصدي بس أنا اللي بعرفه إنه أنت بدك تخطبيني إلي لمحسن. لا يا قطر الندى لا ما حبيتها منك منوب. أنا ربيتك على أساس إنه أنت ومحسن مثل الأخوات. أوعك تفكري بهالطريقة. أوعك. ها بس نحن مالنا أخوات. محسن بحسك مثل أخته وأنت فعلا تربيتي معه مثل أخته. عم تفهم علي؟ لا تفكري بهالطريقة. بعدين تقبريني بعدك صغيرة على الجواز. لسه قدامك العمر طويل. تقبري قلبي وبوعدك والله لجوزك أحلى رجال بالشام كله. وأنا يلي حاطة محسن براسي من أنا وصغيرة ومتعشمة فيه. وأنا يلي كنت أقول لحالي كل عمتك بتخطبك لابنها وبتضلي عايشة بيناتهم. طلع كل تفكيري غلط بغلط. طلع محسن محاططني براسه أصلا. بس والله أنا بحبه كتير وما كان بدي من هالدنيا غيره. خلص قطر الندى أنتي ما بيصير تفكري فيه. ما بيصير زعل عمتي مني. عمتي المنيحة اللي وقفت معي كل هالعمر وربتني وكبرتني وعاملتني أحسن معاملة. قطر الندى لك بنتي تعالي نقي القماش. تعي يلا عمتي لك ميش. يلا تعي خلصيني. ليش ناوية تسكني ابنك ببيت لحاله لك أم حسين؟ إيه لك أنت تقبريني ليش لا؟ رح سكنه ببيت أخي المرحوم يلي بالإمارية. طيب ليش؟ انت بيتك ما شاء الله سياح نياح وهذا ابنك وحيدك. ليش لحتى تبعدي عنك؟ لا تقبريني لا. وما احلاني مثل ما بيقول المثل 100 صهر بداري ولكني تعرف اسراري.
أنا أجيب كنة لعندي وتخفق تروح وتيجي وتزعجني وإزعجها؟ لا لا لا، ما بدي بالأساس. بيني وبينك أنا كنت مفتكرة أنه بدك تخطبي قطر الندى لابنك محسن، مو هي عنايات؟ لا يا أم وائل، لا، قطر الندى مثل أخته. لسه بتقلي مثل أخته؟ ليش شبه قطر الندى؟ بنت بتاخذ العقل، صدقيني قطر الندى أحسن لك من عنايات. أم وائل الله يخليكي الله يخليكي، أنا بعرف شو عم اتصرف. خلاص لك اسمعي مني، هالبنت أنت ربيتيها وكبرتيها، ليش لحتى تروحيها من إيدك؟ آه حوينتها الله يبعث لها نصيب أحسن من ابني. خلاص طيب فهميني، ليش قطر الندى قبلت تسكن ابن عمتها ببيت أهلها؟ آه أم وائل، تعرفي إنك لحيتيني كتير بالحكي، تأخرنا على الجماعة. يلا على أساس أنا لوحدي اللي بحكي؟ روحي شوفي حالك، أنت بتحكي عن بلد. طيب يلا شربي قهوتك، شربي بسرعة، خلينا نمشي. إيه بشرب قهوتي، شو يعني؟ قولي على قامتي، لك عناية؟ ليش هيك البيت قايم قاعد؟ وليش شو النشح هذا اللي مطفطف؟ قولي مرحبا مرت عمي بالأول، تمسي. إيه الله لا يمسيكي بالخير إن شاء الله، على شو بدي أقول المرحبا؟ لك ما عم تطلع مني المرحبا، الله لا يوفقك. قال بيت للبيت مثل مراحل المعزة، ولك أنا هيك قلت لك تعمل البيت. الواه الواه الواه، هلا أنت شو بدك؟ شايف تبهدليني بنص بيتي؟ يووو والله مصدق حالك إنه بيتك، ما شاء الله حالك. شرنا وبتحكي، هذا البيت بيتي، سمعتي ولا إيه؟ هذا البيت بيت ابني، ووقت اللي بدي فوتو بطلع على كيفي. هذا البيت بيتك، بيتك وهو بيني. انا جيت لهون لحتى اجيب اكل لابني وبس، جاي لهون لحتى اجيب الاكل للمعتر ابني اللي من يوم اللي تفشكل فيكي وجابك لخلقتي ما شبع الاكل وقالب على نصه يبعث لي حمى عليه. لك يبعث لي حمى انا اللي اخذتك، الله يبعث لي حمى. قطر الندى خديني من هون. يلا يلا عصوني دربي ست مايرين. حلو والله جاي على نص بيتي وقاعدة عم ترتاح لي. تفضلي عمتي. يسلم ايديك تقبريني. طمنيني شلون صرتي؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله يا ام الحمد لله. الله يرضى عليكي يا قطر الندى. والله لولاكي كانت هالمغضوبة خلصت علي، الله لا يوفقها. يبعث لي حمى عليكي، كل الحق علي انا السبب. بعيد الشر تقبريني، بعيد الشر عنك. انا الحق علي وانا المذنبة. يلي ضيعتك من ايدي. ورحت انا جوزته بنتها الحرام. ولا يهمك عمتي، يلي راح راح، المهم انت تكوني منيحة. قطر الندى؟ أنا راح أقول لك سر كتير كبير هلأ، كنت مخبيته عنك طول العمر. سر؟ سر شو عمتي؟ أنتي ما بتكوني بنت أخي يا قطر الندى، أنتي مانك بنت أخي، لأنه أخي ما بيجيب ولاد. بس أخي كان رجال، رجال عن حقه حقيقة. ومرة شهد على حادثة مرة كانوا اثنين من العصمالية عم يعتدوا عليها، وراد انه يسر عليها، وقرر وقتها انه يتجوزها لأنه ما لازم، وراح تجوزها. يا عمتي ليش سكتتي؟ احكي. هاي المرة بتكون أمك، وأمك وقتها كانت حبلت، وأخي قرر يستر عليها ويربي هالولد اللي ببطنها على أساس إنه ابنه، وتجوزها، وبعدين انت جيتي على الدنيا. مشان هيك ما رضيتي تجوزيني لابنك. لاني
كأني بنت. شرفي فوتي يا ترى ندى، فوتي. من اليوم ورايح تعتبري هذا البيت بيتك، لأنه المرحومة وصتني فيكي. المرحومة وصتك فيني ولا زعلانة علي لأني بنت حرام؟ الله يرحمها ويجعل مسكنها الجنة يا رب. الله يسلمك شيخنا، الله يسلمك. الوالدة كانت الناس كلياتها بيحلفوا بطيبتها وأخلاقها الحلوة. الله يطول بعمرها. شيخنا الوالدة قبل ما تموت وصت وصية واحدة، إني أتجوز بنت خالي. وأنا والله يا شيخنا ماني عارفان شو بدي أسوي. اسمع يا مسي، رب العالمين بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا أنت لساتها بتحب لهالمخلوقة اتكل على الله وتزوجها. بس يا شيخنا هاي البنت بنت حرام. يا محسن، المخلوقة ما لازم، أما هاي حس بالحكم بالزواج من ابن الزنا، ما في عالم دين حرم هذا الزواج. يعني مو حرام شيخنا؟ بالعكس، لما البنت ماشية على الصراط المستقيم بتخاف ربها بتكل على الله ويا رب وتزوجها. بعدين يا محسن تكون انت هيك اخذت بثوابها يا ابني، احسن ما البنت تشرب الطريق وتمشي. يعني تعال اقول لك يا محسن، ما في اي دليل بيثبت انه البنت مالها بنت خالها. اتكل على الله وقول يا رب يا ابني. يلا السلام عليكم. انتي طالب وبالناقص منك ومن هيك عيلة متوكة. سامحيني بنت خالي، غلط بحقك كثير، ولا هلك سامحيني بنت عمي.